تلعب الكره الان والعرضيه والراسيه جول. الله الوحده يسجل فرسان مكه يسجلون بهذا الهدف. شاهد الكره، شاهد المحاوله الراسيه المتابعه لمصلحتي. يا سلام على الزبيدي، علي يقدمه واحمد عباس، احمد عباس الى بيسمارك وركله جزاء. إيريك فيريرا على التنفيذ، ممكن جول 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 جول. اوهو نجر اقدم الانديه في كره القدم السعوديه، ومحاوله وركله جزاء. اوهو ركله جزاء الان الثاني، عواجي 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 جول. خذ الكره لمصلحتي احمد عباس الى ابراهيم الزبيدي الان يحاول يتقدم الان بالعرضيه. جول 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 مارد الجنوب. لا تنتهي المباراه بالخساره، ولكن عبد العزيز اليامي هو من يسجل البديل. البديل اول مثل هذه طبعا الظروف، اي بعد الجوله الرابعه عشر. هذه محاوله فيصلاويه، محاوله سريعه، رغبه في التسجيل. جول اول لعناب ستير، حضر لكي يرد، حضر بذكريات الثأر، وهو يسجل هدف من اسرع الاهداف.